اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ابيض واسود. الابيض والاسود ملوك الالوان. زمان في الزمن الماضي كانت الافلام ابيض واسود، ولكن ظهرت تقنية التكنيكولر. سنة 1922 كان اول فيلم امريكي عالمي بالالوان، وهو فيلم قصة البحر بطولة كينيس هارلين، أنا ماي وونغ وبياتريس بنتلي. أما عن أول فيلم مصري بالألوان هو فيلم لست ملاكا في عام 1950 بطولة نعيم عاكف وفؤاد شفيق وكاميليا وشكري سرحان. نرجع للصورة اللي هي بنتكلم عليها، وهو إن الصورة ليها أهمية كبيرة في حياة الناس. الصورة مفهوم من شخصية أو عن شخصية اتكون في عقلك. بيقولوا حافظ على صورتك الحلوة في عيون الناس، يعني الناس عيون، وفي عيون الناس انت صورة. صورتك مواقف حب وعطاء وتضحية، نجاح وانطلاق وذكريات. الصجورة سجل لأحلى الأوقات. في التصوير مفيش ظلال مش ممكن ننورها. لو كانت الصورة فيها سلبيات صور صورة تانية. الصورة بصمة عين لإنسان بتحبه. الصورة لحدث ما تتغيرش مهما تغير الزمن، وعشان كده هي تاريخ للأحداث بأشخاصها. التقاط صورة بيشرح الأشياء بدون كلمات. في كل صورة شخصين، المصور والمشهد، والكاميرا بتخليك تنسى ان انت واحد منهم. ولاننا جينا الدنيا في لفة وماشيين منها في لفة، وبين اللفتين بناخد لفة. ودي اغنية كاريوكي في فلسفة الحياة، كانت اول صورة في حياتك وانت في اللفة. ولان المجتمع زهرة جميلة ومريخ، هتكلم عن الاتنين. صورة ليكي بالمكياج اول مرة يا بنتي يامو المريالة كحلي، وبعدها صورة وانت في احتفالك مع اصحابك بيوم التخرج، صورة ليكي في اول يوم شغل في حياتك، وصورة وانت في الكوشة مع نصك الحلو. خلي صورتك مع زوجتك في فرحكم دايما تفكرها بلحظات سعادة. خلي اهتمامك بالزهرة دايم عشان تفضل فيها حياة، وعشان ما تتحولش ذكرى الصورة للحظة مؤلمة. صورة انت بتحددها تكون حلوة او مش قد كده. اضحك عشان الصورة تطلع حلوة، لان حياتك في صورة. تحياتي ليكم.